السلام عليكم مشاهدين الكرام في أخبار اليوم تتابعون فيها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن متفاخرا بكونه صهيونيا في حفل بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار حانوكا اليهودي، وأكد التزامه الثابت والراسخ بدعم إسرائيل، كما حذر الصهاينة قائلا على جيش الاحتلال أن يكون حذرا لأن الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة دعمت جيش الاحتلال بما يقرب من 15,000 قنبلة، من ضمنها 2,000 فرطل من القنابل الخارقة للتحصينات وما يقرب من 60,000 قذيفة مدفعية دون إرفاق أي شروط. وقد حذر خبراء قانونيون من خطورة هذا الأمر، وأن المسؤولين الأمريكيين قد يجعلون أنفسهم متواطئين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بسبب تمويلهم لجيش الاحتلال بالسلاح ودعمهم في هذه الحرب.